نيكي ميناج، كيم كارداشيان، مايلي سايرس، سيد بعيد. توب 5، وعم نحكي توب 5 بنسبة الغباء، وهي لمايلي سايرس. مايلي سايرس اللي عم تستعمل أسلوب كتير غريب بكان بشعرها بشكلها أو بأغانيها باعتقادها أنه العالم كلها بتكره. كيم كارداشيان كل همها شكلها وجمالها، وبيقولوا أنه عم تنسى تهتم بولادها أو ما عم بيكون في اهتمام أبدا، وهيدا الشيء هو نوع من الغباء. مش هيك كيم كارداشيان هي توب 4. بحقوقة كيم كارداشيان ليه سربت الفيديو الحميم اللي بيجمعها هي وزوجها؟ نيكي ميناج وصلت صورة المرأة بطريقة مختلفة، وهيدا الشيء خلى النساء انه توصلها لتكون بالمرتبة الثالثة بالغباء. نيكي ميناج 3 بالغباء. باريس هيلتون باعتقادها انه حديث كل الناس هو عنا، الثقة الزايدة هي غلط. باريس هيلتون طبطب. وصلنا للمرتبة الأولى، الفنان يلي بيتصرف أبشع التصرفات مع جمهوره، جاستن بيبر. توب 1 بالغلط.